السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان ديالي. أنا إكسبري جيت لهاد البلاصة هادي باش ندير لكم هاد الفيديو. هاد البلاصة نتوما كما كتشوفو لا سيرونس مرضي. هاد البلاصة هادي الأصدقاء كتهم بزاف المهاجرين اللي تيجيو ما عندهمش الوراق. الوغ باش انك تصوب واحد ورقه وتولي كداوي في فرنسا فابور واخا ما عندكش ورق ضروري خصك تبع هاد المراحل اللي غادي نقول لك انا عليهم. اولا تخصك واحد لادريسا لا دوميسيليزاسيون، وهاد لا دوميسيليزاسيون تخصك دوز الكرواروج. الكرواروج كدير لك واحد العنوان عندها، واحد لابواط تاريخ عندها فيها سميتك والعنوان ديالك ايدك الرقم ديالك شحال ماتريكوليزاسيون 4516 ولا 3000 ولا كذا. كتشد هذيك من تما بهذيك ورقة عاوتاني يمكن لك تصوب لاكارت ديال السيركيلاسيون ديال البيس تران هنا تمشي مجانا تمشي شحال ما بغيتي. الور عاوتاني كتشد هذيك ورقة وتجيبها ل واحد اسوسياسيون هنايا سميتو يقولوا لها لا سي سي ايس، هذيك هي اللي كتصاوب لك هذيك السيركيلاسيون لي بيس ولا عند الحق بزاف الحوايج في المساعده للبزنس. من بعد كتجي كتدخل لهاد لاسيرونس مرادي هنايا. الا كان عندك ليستر شي مرادي كتشوفي شي حاجه سكوار مثلا ولا غدير شي اوبيراسيون ولا شي حاجه وانت على لوسول فرونسي ضروري خصك تجي لهنا. وكاين هاد المنظمه العالميه اللي اي الدول كلهم كيخلصوا فيها كتسمى كيسموك الاد ميديكال، هما اللي كيتكلفوا لك بالمصاريف ديالك تمشي دير اوبيراسيون دير راديو دير سكانير تجيب الدواء تجيب اي حاجه في هذيك لا في توب دونتيست تصوب اي حاجه تصوبها بداك ليد ميديكال. اذا بالنسبه للناس اللي كيجيو مهاجرين كتلقاهم مراد عندهم شي حاجه وهما ضايعين تبعوا هاد المراحل هذه. قلبوا على سوكور بابولير ديروا فيها العنوان ديالكم ديروا فيها كل شيء، قلبوا على سي سي اس ديروا الورقه ديال البيس وديروا هما بقاو يعطيوك فين تباتوا فين داك الشيء في داك لي سونتر. ومن بعد اجيو لهادي هادي لاسيرونس مرادي اللي مورايا هي اللي غتصوب لكم الايد ميديكال. عندكم الحق، اي واحد سير له سول فرونسي عنده الحق في الدواء وفي المعالجه كانسانيا، وهذيك المنظمه العالميه هي اللي كتخلص السيارة كلها لان كاع الدول كلهم كيخلصوا في ذاك الصندوق. المغرب، الجزائر، تونس، موريتانيا، الشينوا، لا روس، كلشي باش الرعايه ديالهم حتى هما كيداووا. اذا كنتمنى ان هذا الفيديو هذا تبارطاجيو على الخوت ماكسيموم وتخليو لنا شي تعليق الى عندكم شي سؤال ولا شي حاجه، لان هذا بصراحه فيديو مهم ومهم جدا والله. هذا الاهميه ديالو اكثر من اي حاجه. اذا نحاولوا تبارطاجيو في فيسبوك وفي الواتساب وبارطاجيو في اي حاجه. انا كنشوف بزاف ديال المهاجرين بصراحه كيضيعوا هنايا كيجيو كيكون عنده شي مرض في رجليه كيخماج رجليه ولا كيصوب شي حاجه هو عنده الحق. هما انا ماشي يجي يقول لك اجي انت ها حقك، لا خصك انت تقلب على حقك وتطرق الابواب ومن بعد حقك غادي يوصلك. فهمتوني الخوت؟ اذا اللي بغى الحق ديالو تيخصو هو اللي انتما دابا كتشوفوا مورايا هنا في هذا الباب كاع الناس كاع الجنسيات كيجيو الناس من الجميع. ها هو دابا قدامي حسيت واحد الصيني ها هو جاي وهو دخل عند بعد واحد اخر مغربي جزائري تونسي هما كيجيو كيصوبوا الوراق ديالهم هنايا باش ان شاء الله. يلا الاخوان بارطاجيو اللايك والتعليق الله يرحم الوالدين باش الفائده للجميع. كان معكم مصطفى الدريوش من رين فرنسا، الى اللقاء.